السلام عليكم. حصتنا اليوم هو المتباينات المركبة بمتغير واحد. رح نبدأ اليوم يا تاسع بدرسنا المتباينات المركبة بمتغير واحد. لقد تعرفنا في الحصة السابقة على المتباينات الخطية بمتغير واحد، وكانت هي عبارة عن المتباينات هي تعبير جبري خطي بمتغير واحد يحوي إشارتي من إشارات التباين. كانت لما نطلع مجموعة الحل يا ميس كانت هي عبارة عن مجموعة جزئية من الأعداد الحقيقية. تمام يا ميس؟ اليوم رح نتعرف على المتباينات المركبة. أول مفهوم لازم يعرفه، ما هي المتباينات المركبة بمتغير واحد؟ أهدافنا من الحصة التعرف على المتباينات المركبة بمتغير واحد وحل المتباينات المركبة وتمثيلها على خط الأعداد. ما هي المتباينات المركبة؟ هي المتباينات تنتج عند دمج متباينتين خطيتين بمتغير واحد. هلا مثال بحكي لنا بالرجوع إلى دائرة الأرصاد الجوية، كان درس حرارة الطقس يا عمان بشهر كانون الأول في عام 2013 تتراوح بين 10 و 18 درجة سيلسيوس. إذا بدنا نحس إنه درجة الحرارة اللي نحن بنقولها بي سي كانت تتراوح بين 10 و 18 درجة سيلسيوس. هلا ايه بتتراوح بين 10 و 18؟ كيف رح نحكي؟ هي اما اكبر من او تساوي 10، اما تكون 10 اقل من يا اما تكون 10 اقل من او تساوي 90، يعني كل الاعداد تصير تكون كل الاعداد اللي اكبر من 10، او يا ناس تكون س اقل من او تساوي 18. هلا يا ناس لما ادمج العبارتين مع بعض بتكون عندنا س أقل من أكبر من أو تساوي 10 وأقل من أو تساوي 18. هلا يصير كل سين عندنا طرفين ثلاث نحدد الطرفين يسمى متباين مركب. المتباين المركب ينتج عندما المتباين ثلاثة يعني متباين أول خطية ومتباين ثانية خطية عندما نجمع بعض البعض يصير عندنا متباين مركب. هلا الناس تسمى أطراف المتباين، تسمى هذه الثلاث أطراف المتباين. مجموعة